دكتور معلش دكتور قطع خطير ده الله ولا ايه؟ اجل ايه؟ اجل مادة؟ هو الشكل الاسكاتر بتاع اللي هو اما يكون تام بيكون بوست بوان او نيجاتيف بوان ده كده بوست بوان لو نيجاتيف هيبقى انفرس ليه صح؟ معايا ولا لا؟ لان تام معناه ان مفيش اي ايرور كل النقط جاي على خط مستقيم واحد ولينير ولينير اهو باين ولينير ده قوي هي بتقعد تقول لي قوي او تام ماشي ما مسموح معايا ولا لا؟ نون لينير نون لينير وده مش مجال عمرنا ما هنسالك عن نون لينير معايا ولا لا؟ بس بحذرك لما تيجي تقول مفيش ارتباط مفيش ارتباط خطي تعليق التعليق التعليق اذا طلع معاك ارتباط زيرو ما تجيش تقول لي مفيش ارتباط هتقول لي مفيش ارتباط خطي بين المتغير الفلاني والمتغير الفلاني اوعى تنسى كلمه خطي لان قلت لو قلت مفيش ارتباط تبقى مشكله يعني دخلتنا في قاعده هديك زيرو اصل دي حاجات مزكتاك ما ينفعش تعالى بقى نشوف ايه بص يا حضرتك الارتباط بين المصدر رمز كابيتال ار او سمول ار او ار تحت منها اكس وواي او اكس واحد واكس اتنين كل حاجه ما دول فيه متغيرين والرو او الار او ساعات مع هذيك برضه كلمه مظبوط ساعات من المصدر بالرو كل دي رموز في معامل ايه؟ الارتباط معايا ولا لا؟ رو ار ساعات اردت اكس واحد من تحت منها ساعات اردت اكس واحد اكس اثنين كلها حاجات حاجه واحده عباره عن ايه؟ عباره عن الكوفاليانس بين الاكس والواي على الفاريانس بتاع الاكس بالفاريانس بتاع الواي وكل ده الجذر تاني بقى نمشي مع بعض طب الفاريانس وقال اثنين الفاريانس عملناه المره اللي فاتت معايا ولا لا؟ حد يفكر في الفاريانس كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن مجموعه الاكس ناقص الاكس بار كل تربيع على الان ده البار ما انا معايا لا انا بقول التربيع دي بص واحده فيهم المفروض تبقى
مرافق يعني مرافق ليه؟ لا مش مربع، ده مربع كامل. اكس باك تربيع القطعه، اخد واحده هنا وواحده هنا، ده مش فرق مربعين، ده مش فرق مربعين، ده مربع كامل. لا مش كده، ما هو انا عندي الاشاره في نص بطرة. لو انا اللي ايه ايوه ده ممكن تبقى بلس، لان انا عندي الاشاره اللي فوق في النص ماينس. يا اخي لما يكون اثنين تربيه هتبقى ازاي؟ اثنين مش في اثنين، اثنين في اثنين. ها؟ تمام. خلاص الاثنين دي بعد الاكس تربيه هتبقى اكس في اكس. استني بس معايا ولا لا؟ طب لما تكون الاكس ناقص الواي ناقص الاكس بار تربيه هتبقى ايه؟ اكس ناقص اكس بار في الاكس ناقص الاكس بار. المشكله؟ دكتور ما انت لما تيجي هتقول الاكس الاكس بصي ده لما يكون الاكس اي تربيع والاكس بار تربيع كل واحده لوحدها. اللي حصل التربيع دي فقدهم الخصوصيه. انا كل اللي عملته ان الاكس دي فقدهم لايه؟ زي الاثنين تربيع اثنين في اثنين. الاكس تربيع اكس في اكس. هاي يبقى تعالى بص حضرتك لما كنت بتكلم عن ها؟ الـ موجودة، موجودة طبعاً بس أنت بتاعتك الموجودة الـ N. بص بقى، طب حد يبين لي الفارينس بتاع واي؟ هيبقى مجموع الواي ناقص الواي بار. اقفل افتح قوس، الواي ناقص واي بار تاني ولا لأ؟ معايا؟ طب حلو. الكوفارينس عايزين نسميه الفارينس بتاع الـ X وبار. الكوفاريانس الكوفاريانس هو فاريانس بس مش الاكس مع دي كانت الاكس مع نفسها صح ولا لا؟ هنا بقى الكوفاريانس بقى فاريانس بين اكس وايه؟ حد يمليني الكتب ازاي؟ يبقى قاموس ل قوس لاكس وقوس لايه؟ لواي. سهله خلاص؟ اه تيجي تقول لي لا يبقى الكوف اكس. انا لينا كتبت الفاريانس اكس كان ممكن اكتب اكس اكس صح ولا لا؟ واكتب هنا اكس واي واي صح ولا لا؟ بس الحاجه مع نفسها بنكتب واحده بس ونخلص. يبقى الكوفاريانس بين اكس وواي هتقول لي هو عباره عن الفاريانس بس الاكس مع ايه؟ مع واي. تعالى مليني بقى هيبقى مجموع الاكس ناقص الاكس بار والقوس الثاني الواي ناقص الواي بار على الاكس. اهو ده الكوفاريانس. يبقى اذا كنا هنجيب الفاريانس من الحاجه وبنفسها هنسميها فاريانس صح ولا لا؟ من حاجه وحاجه ثانيه هنسميها ايه؟ كوفاريانس. يبقى الاعم الفاريانس ام الكوفاريانس؟ كوفاريانس. كوفاريانس. اقدر اقول الفاريانس حاله خاصه من الكوفاريانس لما كل حاجه مع ايه؟ مع نفسها. لا مش هتجيب حاجه، انا بعرفك ديفينيشن فقط. ده دست ديفينيشن يا اخوانا معايا ولا لا؟ ايه هو الكوفاريانس؟ هتقول له الكوفاريانس هيعرف من المنظر ده صح ولا لا؟ هو الفاريانس هيعرف من المنظر ده معايا ولا الكوفاريانس اعم من الفاريانس صح ولا لا؟ لان انا لو شلت الواي وحطيت اكس هيتقلب ده الاكس اكس يرجع للفاريانس الثاني ولا لا؟ اتفقنا؟ يعني تعالى بقى نعمل نفسينا دلوقتي القانون ده هيبقى ايه بناء على الكلام ده؟ نكتب اللي فوق مجموع الاكس ناقص الاكس بار الواي ناقص الواي بار على ان صح ما عليكم كده؟ ده الكوفاريانس زي ما شرحناه وهنيجي نشد علامه الجذر هنيجي نفتح هنجيب الفاريانس بتاع اكس والفاريانس بتاع ايه؟ واي. حد يمليه الفاريانس اكس مجموع الاكس ناقص الاكس بار في الاكس ناقص الاكس بار او خليها سكوير زي ما انت عايزه صح؟ دي حاجه نحطها سكوير بقى على طول على الان والواي هتبقى ايه؟ ناقص دي مضروبه مجموع الواي ناقص الواي بار كل التربيع على الان. تعالى اقدر اشيل الان دي مع الان دي مع الان دي لان التربيع تطلع بره. يبقى في الاخر هينتهي القانون لايه؟ مجموع الاكس ناقص الاكس بار والواي ناقص الواي بار على الجذر التربيع في مجموع الاكس ناقص الاكس بار كل التربيع مجموع الواي
لا وهنا على الاقل بتتجذر. لا دي ما خلاص سيبنا الام دي الحته دي هتطلع ام ثانيه. مجموع الاكس تربيع ناقص مجموع الاكس الكل تربيع على ام دي بالنسبه لاكس صح ولا لا؟ الواحده الثانيه الواي مجموع الواي تربيع ناقص مجموع الواي الكل تربيع على ام يبقى دي الصيغه رقم 2. انا بقول لك الصيغه دي اسهل. انا بقول لك الصيغه دي ايه؟ اسهل. يبقى انا هديلي العمود اكس والعمود ايه؟ واي صح ولا لا؟ والمطلوب مني اضرب اكس في واي واجيب المجموع صح؟ وعندي مجموع الاكس اجيب مجموع والواي اجيب مجموع صح؟ وده انا عايز اكس الاكس اربعها واجيب مجموع والواي اربعها واجيب مجموع واعوض هيطلع لي ايه؟ رقم صح ولا لا؟ امسك الرقم ده واملي على السكيل اللي انا كنت ايه؟ واعلى على النتيجه. خلي بالنا عليك الجذر التربيع على الاثنين بعد الضرب مش اكس تربيع. جذر التربيع الجذر على اللي بعد ما تضرب هتجيب قيمه الايه؟ الجذر. معايا؟ تعالوا ناخد مثال يعني كده للشرح هم طلعوا البيض انتوا حلو زي ما انتوا عايزين. ادي الاكس وادي الواي يو هلك بيقول لك في الايه؟ يقول لك كلام كتير يقعد يقول في ايه غير وفي الاخر هيبقى عندك اكس وايه؟ الاكس اهو واحد واثنين وثلاثه والواي اربعه وخمسه وسته. ادي بتبدا المساله كده اهو معايا حضراتكم وعايزين نجيب العلاقه بين الاكس وواي. ادي نشرح شده العلاقه بين اكس وايه؟ واي. خلاص هنقول له عليه كل اللي انا عايزه عايز ثلاث اعمده جداد واحد اكس اوف واي واحد الاكس تربيع واحد الواي تربيع. اكس اوف واي باربعه ب 10 ب 18 ب 16 لا انا بديك اكس بقت واحد ب 4 ب 9 بقت ب 9 بقت ب 25 بقت 26. استنى يا عمي 16 بس 16 صدقنا كام؟ 16 و25 ونرجع كده ونجمع مجموع الواي ب 15 مجموع الاكس ب 6 مجموع الاكس بواي ب 32 المجموع ده هي ب 14 المجموع ده هو تقلب مع بعض 12 17 7 ومعانا الواحد 77 اجمعوا معايا الله يخليك خلاص تيجي تقول الار اقول لك اجري وحاول مجموع الاكس واي بكام؟ ب 32 مجموع الاكس كانت بكام؟ ب 6 مجموع الواي كانت بكام؟ 15 على كام؟ على 3. اوعى حد يعد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 انا المشاهدات عندي 3 واخدت ايه؟ اكس واي على مشاهده واحده يبقى عدد المشاهدات كانت قد ايه؟ 3. ادي الفرد الاول ادي الفرد الثاني ادي الفرد الايه؟ بعدين اجي اعمل الجذر التربيعي
يعني موجب واحد دي ممكن تطلع موجب مثلا فمن فضلك هيتخيل هتخيل عندنا هي الارقام بتاعت ايه؟ مجموع مجموع الاكس مجموع الاكس واي هتتغير هتبقى دي 24 صح ولا لا؟ بقت دي 24 والستة وال 15 بقت واحد معايا ولا لا؟ 11 بقت 11 صح ولا لا؟ طب تعالى ال 14 زي ما هي زي ما هي ما تعملش على العلبه فاي بس صح ولا لا؟ السبب يبقى 53 وده 11 في 11 ايه عادي احسبي بقى واعملي وخلصي كل الكلام ده هو هتلاقي 66 على 11 66 على 3 ب 22 22 ليه بقى اشمعنى يعني 66 على 3 22 ماشي 2 ودي هتبقى كذا ودي هتطلع برضه كام 21 في 21 ب 121 صح 21 على 3 يبقى 41 تقريبا من 120 ب 40 معايا 40 قطعة من 10 هيتغير الرقم ده مش هيطلع بكام مش هيطلع 2 صح ولا لا هتضربيه وتجيب الجزمة هتلاقي له ده القلب هيبقى مش واحد هيقل عن واحد هيقل عن ايه؟ عن واحد كان ممكن يطلع البسط سالب اه يطلع سالب ايه المشكله؟ معايا؟ لكن مستحيل يطلع هنا ايه؟ معايا كده اهو يبقى وصلنا لاخر العمليه الحساب كل
مش تختلف طريقه الحساب. ما هو ده بقى اللي بقولك عليه، ممكن تلاقي كتاب تاني جاي مقسم من الزيرو الاربعة لسبعة الاعلى، يبقى قسمها لثلاث فترات معايا ولا لا؟ لكن احنا مش هنعمل كده، على طول ضعيف او قوي او تام او ما فيش معايا ولا لا؟ لكن ممكن تلاقي كتاب تام. ايوه، لان قلت لك من الاول تجتهدات، في يقول اه متوافق، في يقول ضعيف وقوي، لكن انا بقول قوي وضعيف اتفضل، مش عايزين يعني نكتر على نفسنا. لا لو ما طلبش منك قيمته، لو طلبش منك قيمته معاك كده تقول له بقى بالرسم ممكن يكون الضغط قوي ضعيف معايا ولا لا؟ طب بص يا اخويا، احنا لما خدنا معامل المتوسط الحساب كان بيتاثر بالعمليات الحسابيه صح؟ لما خدنا الاحراف الماليه كان ما بيتاثرش بالجمع وطحك بالضرب بالضرب والايه؟ هنا بقى معامل الارتباط لا يتاثر باي عمليه امسك الاكس اضربها في اثنين وامسك الواي اضربها في خمسة تابعيني حضراتكم هيبقى هو معامل الارتباط. اطرح من ده رقم واطرح من ده رقم ثاني واحسب معامل الارتباط يبقى الحالة اللي هي بقى فيها خطوط الضرب كانت كل اللي عملت تتأثر مقياس النزعة المركزية. بعد كده ابتدينا نقول جمع مصطلح ما بيأثرش الضرب والاسم بيأثر بالاحراف المعياري صح ولا لا؟ اما معامل الارتباط هو مقياس نسبي فلا يتاثر باي نوع من العمليات الايه؟ يعني انت لما يجي لك ارقام 102 و105 و100 مش عارف ايه وايه 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 وده تطرح من هنا 100 وتطرح من هنا 20 مش شرط كان كنا الاول نطرح من معايا ولا لا؟ ده انا ممكن اطرح من اكس حاجه ومن واي ايه؟ حاجه ثانيه واحسب معامل الارتباط يطلع هو هو معامل الارتباط.
حاطين ارقام احسبها مع عمل الارتباط كده. طب قوم بقى يا عم فينا مقلب ما حطوش الارقام وادونا التقدير. مقبول جيد جدا جاي معايا ولا لا؟ وقال لك ادي ماده الاحصاء ادي الاحصاء الاستاذ وادي ماده الامناس والادي تقديرات الطلاب اخذوا 8 طلبه اخذوا 8 طلبه الاولاني كان دوري ضعيف واخذ هنا باص واخذ هنا باص واخذ هنا ويك وفيري جود نسمع رانك كورليشن نسمع سبيرمان رانك كورليشن كلهم حاجه ايه واحده
تضغطش نفسك. الغلط ده بيجي استخدام الكالكوليتر كله. يعني لو انا منكم احسب دي 6 مجموع دي تربيه واكتبها واحسب الام واكتبها يبقى 1 ناقص ده على ده اهو معايا ولا لا؟ وامشي مش خطوه واحده، 3-4 خطوات هتبقى سليم. لكن لو مسكت الكالكوليتر ان 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 ونسيت قوس ولا عملت قوس و فمن فضلك العملية مش محتاجة بتلصمة يعني. لكن ايه السؤال؟ ايه هو الجديد بقى؟ كل الان اللي هي عدد المشاهدات. ابدأ الاول نبدأ نجيب الرمز. عاد الرمز بتاع الستات. وعاد الرمز بتاع الناس. صح؟ واشيل العنوان ده وخمي الرمز اي رمز. وبعدين كده اشتغل نبدأ. اهو خلينا نرتب الاستاد اهو عنا على دي. والله العظيم والله العظيم. واحد بنبدا هنا اهو. نرتب اول 2 من هنا يبقى جاي اخد الباقي من هنا. معايا؟ ما انا بقول لكم اهو. النبي بخبي العمود ده خالص وانت جاي ترتب. يبقى عامل فيه. تبدا من هنا ماشي بعد كده روح لاوح وتكمل على هنا. معايا؟ فمن فضلكم خلي الراجل استني دي هنرتب. ادي اول واحد. فيري جود. 2 خلي بالكم عن الكلب. جود. 3 بقى كده ايه؟ الباص. هياخد في باص اهو. في باص اهو. في باص اهو. في باص اهو. اشتركوا 3 في تقدير واحد. يشغلوا الرتبة. 4 و5 و6 تاني اقول الجملة. اشتركوا 3 افراد في نفس التقدير. ويشغلوا كم رانك؟ ايه هما؟ هندي النو 4 وندي النو 5 وندي النو 6 اقول لك لا. هنجمع الرتب ونقسمها على عدد. 4 زائد 5 زائد 6 ب15. على 3 يعني ده هياخد 5 وده هياخد 5 وده حياتي. معايا ولا لا؟ بعد كده جه ايه؟ الويل. اللي هم 7 و8 15 على 2 يبقى 7.5 و7. تاني نقولها دي؟ تاني. نبدا ناخد هنرتب من العالي للاقل. اعلى تقدير هي الاكس صح؟ فدي له تقدير ايه؟ بعديه ايه؟ الفيري جود صح؟ اداله 2 بعد كده الكوب اديناله 3 الباص هيبقى دي 1 2 3 هياخدوا كام الرتب اللي بعدها يعني هياخدوا بقى 3 4 و5 و6 اجمع ال 4 و5 و6 بقى 10 وهم كام شخص؟ اقسم على 4 و5 و6 15 على 3 يبقى الكوب هياخد رتبه مشتركه 5 بس 5 و5 و5 بعد كده 7 و8 برضه 15 على 2 7.5 و7. هكتب انا بقى التقدير الرتب بتاع العمود الثاني دي كانت 6.5 وده هو كان 4 و4 6.5 4 2 1 8 صح كده؟ يبقى انا دلوقتي نسيت كل حاجه. معلش انا نعم 7.5 دي 7 بتاع سنه كانت عندي الويك والويك كان 7 و8 اجمعيهم 15 على 2 ب7.5 7.5 ماشي؟ لا ما هتقدر تقول كل حاجه ما تبصش للحلقه دي لما تقول كل هتبدا من 4 معايا ولا لا؟ طيب ايه هي بقى الدين؟ الدين فرق الروت.
عايز الدي واربع الدي واجيب مجموع المربع مجموع المربع لا تاني يا استاذ انا بجيب الفرق واعمل ايه بالفرق العمود بعد كده اجمع العمود عايز المجموع ده 22 ثاني ينفع ينفع ايوه اذا كنت رتبت حروف مش هقدر ارتب الارقام اذا انا حتى لو جت لي ارقام اقدر ارتب الارقام ولا لا يبقى نقول لا يا عم بسبرلن ينفع للبيانات الاسميه الترتيبيه وللارقام ولا لا ينفع للاثنين معايا ولا لا اما الداتو كان ما ينفعش الا الايه ابتديت لك الارقام دي وقلت لك احسب رانكو ليش اقول له ولا يهمك هجيب الرقم الاعلى احط له واحد ورقم معايا ولا لا وتمشي عاملها معايا وتمشي زي الفل يبقى ناخدها قاعده عامه ان البلانك كورليشن هي هو الاعم من ايه من بيرسون كورليشن زي ما انت عايز عملت ده زي ما انت عايز ما تفرقش معايا اقسم الكورليشن النومينال اللي هو الاوردينال لازم عن طريق ايه لو البيانات بتاعتي ما فيهاش تايم فاللي حرق
على نفس الرقم. تاني لو انا مسكت بيان تتحرك البيانات مره بالارقام ومره بالايه بالتقديرات معايا ولا لا؟ هل لما احسب الرانك كوريليشن على الويب والباك ده واحسب الاسبيرمن على الايه على بيرسون على الثانيه دي هيطلعوا الرقمين شكل بعض ولا لا؟ يحصل امتى؟ لما يخش في اتفقنا؟ انت مش مرحله تحرر الحقائق دلوقتي، انت المرحله اللي بتحب الرانك بتعمل ازاي؟ بتعمل بالطريقه دي صح ولا لا؟ عندك ازاي؟ استر عندك ارقام وقعدت على الرانك معايا ولا لا؟ مش هتسال نفسك لو كنت حاططها بقى بستر من بيرسون اللي حاططها على نفسها رقم ولا لا؟ ما تسالش نفسك السؤال ده دلوقتي في الوقت الحالي. لكن ممكن يعني بنقول معلومه، هل يمكن استبدال الرانك في حاله البيانات؟ نعم ممكن يتم الرانك في حاله البيانات، مفيش اي مشكله معايا. وفي هذه الحاله ايوه معلش ممكن حتى تايتل الطاي يعني ايه؟ لما اقول لك واحد بيشتغل في رتبه 5 و6 و7 يبقى في ثلاثة مشتركين في نفس الايه؟ الرتبة اللي هم 5.5 دي معناها طاقة في طاي في البيانات. لكن في ده ابتدى ده الاول ده الثاني ده الثالث الرابع الخامس مفيش حد اشترك مع واحد في ايه؟ في ربع يبقى البيانات دي نفشت. اتفقنا على كده؟ عايزين نقارن بين معامل الارتباط سبيرمان وبيرسون. في حالة ان مفيش طاي النتيجة واحدة. الرقم اللي يطلع هيبقى 6.5 يبقى 6.5 معايا ولا لا؟ لا
هنا كان معناها ايه؟ لو الداتا الاصليه عندي تسع ناس سيدات ومدخنين، قلت هو ده خلص، ولما مسكتهم حطيتهم في الجدول هنا يبقى ده جدول اضطرار. ليه؟ لانه اتنين في اتنين. معايا ولا لا؟ هنحسب حاجه اسمها معامل الاقتران. معامل الاقتران هو احدى صور الارتباط، لما يكون المتغير اسمي اسمي والصفتين بيتكسبوا الكم مجموعه، اللي كل صفه مجموعه اثنين مجموعه. يبقى لو جالنا جدول اثنين في اثنين صح، يبقى ده اسمه جدول الاقتران او الاسوسيشن تيبل. هنحسب منه معامل اسمه ايه؟ الاسوسيشن كوفيشن. ايه الاسوسيشن كوفيشن؟ طب ايه الاسوسيشن كوفيشن ده؟ ده الاسوسيشن كوفيشن ده صوره من صور الايه؟ الارتباط. زي القانون اللي احنا بنقول صوره ده بيتحسب ازاي؟ لو قلنا العدد ده ايه؟ وده بي وده سي وده دي، فالمعامل الاسوسيشن ده في ده ايه؟ في دي ناقص ناقص ولا زائد؟ ناقص السي في البي، الايه في الدي زائد السي في البي. الفرق بينهم هو الايه؟ تضرب الرقم ده في الرقم ده. معايا ولا لا؟ يعني تعالى نطبق. 10 في 9 ناقص 5 في 21 على 10 في 9 زائد 5 في 1 وايه؟ واحسب الشغلانه دي وهتطلع لك ايه؟ قيمة. دي معامل ارتباط تطلع شكلها ايه؟ من سالب واحد وناقص واحد، تابعني؟ انما التعليق في الحالة دي هيختلف سنة. ليه؟ حد يقدر يفسر لي الإشارة؟ يعني بص احنا القيمة قوي وضعيف واحنا عارفين، معايا ولا لا؟ فاهمني؟ لكن ايه معنى انه الاشاره مجرد؟ كله؟ ها؟ كله؟ فسر الاشاره، يعني كانوا بيقولوا ايه؟ لما بيزيد العمر بيزيد الوزن، الاشاره المجابه كده صح ولا لا؟ لكن قولوا هنا تفصيل بقى زائد دي هتقول ايه؟ لما بيزيد الاناث بيزيد التدخين؟ ملهاش معنى. ولذلك التعليق هنا اهو بيبقى فقط على القيمه وليس على الايه؟ لان الاشاره مش هتلاقي لها منطق انك تكتبه بيه. معايا ولا لا؟ يبقى في حاله الاسوسيشن كوفيشن معامل الاقتران التعليق هيبقى فقط على الايه؟ على القيمه، قوي ضعيف. مش هقدر اقول بقى ايه؟ طردي ولا مش طردي؟ لان طردي يعني ايه معنى طردي؟ كل ما يزيد الجنس كل ما يزيد التدخين يعني يزيد، يعني ايه يزيد الجنس برضه؟ يعني ملاش معنى صح ولا لا؟ اتفقنا على كده؟ وبتبقى في مصيبه بقى. تخلي بالكم ده كل ده في البيانات الغير مبوبه، لسه ما ناخد البيانات المبوبه بقى. البنود دي بص يا سامع، بص يا حضرات، لو كان الجدول ده مش اتنين في اتنين، ايه ده هيقول لك ايه؟ ادي الرقم في النوع المرض، ايوه، والايه؟ ومكان المعيشه. هيطلع لي جدول زي كده اهو، مكان المعيشه هدي يقول ريف وحضر. فمثلا جدول كده الناس سايبه ده في المدينه ده بره المدينه صح ولا لا؟ ونوع المرض، ناس عندهم مشاكل في الريسبيراتوري سيستم في التنفس، معايا ولا لا؟ ناس عندهم مشاكل في الجهاز العصبي النيرفس سيستم، معايا ولا لا؟ ناس عندهم جهاز في امراض في الجهاز في الامراض الدم في السلك، معايا ولا لا؟ يبقى انا ده عايز اشيل سته العلاقه بين مكان المعيشه ونوع الايه؟ المرض. هل يا ترى مرتبطين ببعض؟ ولا مش مرتبطين؟ هل لما عملت الجدول بتاعهم طلع جدول ب 2 في 2؟ طلع جدول مش
جدع ما عملوا الطواف الكونتينجنسي ايه؟ الكوفيشن ده اسمه التيبل وبالتالي هطلع منه الكونتينجنسي ايه؟ كوفيشن معايا ولا لا؟ المعامل التوافق يكمل طيب محاضرة الأسبوع الماضي طيب نهاية يعني الامتحان والطلبات اللي درجة النهاردة نسوه ها؟ الامتحان الساعة كام؟ الامتحان خمسة ليه خمسة ليه؟ بديها لشريف والله كده بديها لشريف انا اشوف انا مش عايزين نسقط اللي مجهود